50 عاما وهذه السيدة تعمل في مجال جلب الحجارة وصناعتها، تركيز مستمر وعمل دؤوب، لأن الحياة عندها عمل في سبيل العيش، وإن كانت عواملها حجر ومسمار. ومن كل مكان تأتي هي وزميلاتها بالحجارة في رحلة قد تستغرق 15 يوما وتكاليف مادية كبيرة. كل بليدة جاي منها هذا البلح اللي هو نجيبه احنا على كرعينا، ونمشي كروات بياسر من الفضل ونمشي ونجيبوه، ونعطي شهر عينا 15 يوم، نعطيه شهر 20 وعينا نعطيه شهر اقل من ذاك. قال احنا واللي اعطانا الزمن وتو نجيبوه هنا تيغا نتبارك معه هنا هردو هذا اللي هريد اللي تراعي فيه، ونعدل من هذا الخرز اللي تراعي فيه، هذا المصفوف وهذا اللي معلق. من الحجارة يصنعنا كل شيء، أثاث المنزل وزينة المرأة، القلائد التي تحيط الجيد والتي تمتاز بإسعارها الباهظة، إذ يصل سعر القلادة 150 ألف أوقية إضافة إلى الخواتم وجماعات المفاتيح. بيد أن هذه الفكرة التي جسدتها بعض نساء الزويرات تعرضها مشاكل كثيرة. نعطوه ياسر ما بعنش، وين مولي ما شاء الله دام مولي يجي من نهارات اللي نبيعه، ويجي من نهارات مولي نعطو نهارات واسبوع وذاك ما رينش ما بعن. ما أنا من الخلق اللي يتحرك به يمشي شو بريدات، ما قطش أنا حد لا يتكلف بنو يمشي بينه. إحنا تشم العليات الضعيفات، من العليات الضعيفات اللي عندهم العائلة، وفي العليات اللي عندهم اليتامى ما يقدروا يحركوا عنهم، العليات اللي عندهم طافلة، والعليات المالي اللي عندهم العائلة ما يقدروا يحركوا عنه. ولكن ما قطنا أحد يمشي بينا، تكلف هو ذاك التكاليف اللي نعود إحنا نقدروا نمشي معه، وإحنا من أنفاسنا ما قط مشي إلا يجينا الناس هنا تيها وتشتريه من عندنا. الخرز أو بالحب الحر في الزويرات زينة النساء وعيشتهن، هي إرادة الحياة حين تتغلب على هاجس الخوف والكسل. إلا أن عمل هذه النسوة بحاجة إلى من يسعفه لينتشر محليا وإقليميا وعالميا برغبتهن. محمد عمر بلول، الساحل تي في، مدينة الزويرات.